اهلا وسهلا، مرحبا بكم في حلقة جديدة. اليوم باش نحكيو فيها على الحج وعلى المأساة التي حدثت في البقاع المقدسة للحجيج التونسيين والمسلمين في المملكة العربية السعودية. ايضا نتحدث على ملفات تونسية بحتة، نتحدث على الأملاك المصادرة، ونتحدث ايضا على الصلح الجزائي وعلى اخر التطورات في هذه الملفات. حلقتنا اليوم يحضر معايا مثل العادة بدر الدين القمودي، عضو مجلس النواب. أهلا وسهلا، مرحبا بك. أيضا المحلل المعز الحاج منصور، ولأول مرة يحضر معانا شيخ رضا اليوسفي، مرافق للحجيج أكثر من مرة، متواجد في البقاع المقدسة. والبداية سيد المخرج رافقني ببعض الصور الخاصة. اليوم نتحدث على ما حدث للحجيج التونسيين في المملكة العربية السعودية أثناء الحج، وأكثر من 40 ضحية اليوم. وديما نقولوا تعازينا للعائلات المفقودين، تعازينا لكل الأمة الإسلامية اللي فقدت حجيج، خاصة مصر للعدد فاق 600 حاج. ربي يرحمهم وينعمهم. اليوم مأساة كبيرة تطرح أكثر من سؤال الجمودي، خاصة على الهياكل أو الأطراف اللي تنظم في الحج في تونس، بما في ذلك وزارة الشؤون الدينية. أيضا نتحدث على وكالات الأصفار وعلى إخلالات ترتقي إلى حد الجريمة. كلامي هذا صحيح غلط باش نقشوه ونحلوه، وإحنا نشاهدوا في بعض الصور من البقاع المقدسة. ونبدأ بك أنت سي بدر الدين القمودي، كنت قبل الحصة متغشش منرفز، قلت ناس تتعرض الصور وناس تتلقى التعازي، خاصة الضحايا التوانسة في البقاع المقدسة. هو للأسف بداية نترحم على أرواح الذين توفوا في البقاع المقدسة، ربي يتقبلهم برحمته. أيام العيد عشنا ظروف صعيبة، كنا في عطلة عيد، وعلى منصات الفضاء الافتراضي عائلات تستغيث. جينا بعض الصور من حتى أصحاب المواقع من جنسيات مختلفة يقولوا عندكم تونسي ضايع في المكان الفلاني. الناس فقدت الذاكرة، هم مروا بظروف صعيبة لما حالة الطقس كانت الحرارة مرتفعة جدا، وهذا اللي سبب ارتفاع الوفيات. ولكن ثم تقصير وسوء تنظيم، وثم تقصير من عدة جهات. أنا اللي لفت انتباهي نهار العيد نشوف بلاغ رسمي لوزارة الشؤون الدينية وردي الكل أخبار جيدة على حجيجنا الميامين، عدوا مناسكهم في ظروف طيبة، ما عندنا حتى مشكل. ونشوف تصور السيد الوزير ألبوم يستعرض فيه في الصور نتاعه والسلفيات وكأنه ما تم شيء. بعد ثم حديث على تصنيف الحجيج، هذا من تمون للبعثة الرسمية والأخرين مزقري، الأخرين مشوا حارقين لا ينتمون، لا ينتمون. غياب لوزارة الخارجية على الأقل للفترة ذيك، عندنا قنصلية في جدة لا حياة لمن تنادي، وما نحكيش على الجهة الأخرى وهي وكالات الأصفار اللي ساهمت في تمكين هؤلاء من التأشيرة ووصولهم هناك. أنا أقول أن هؤلاء مشوا بنية الحج، والجميع يعلم أن هؤلاء خذوا تأشيرة عمرة وهم مشير الحج الجميع. وبالتالي القائمة متاعهم يمكن للسلطات أن تكون عندهم المعطيات والبيانات حول هؤلاء اللي البعض منهم يعتبرهم حارب. الجانب الثاني، الدور متاع القنصلية يفترض أنهم يتعاملوا مع جميع التونسيين والتونسيات في البقاع المقدسة على قدم مساواة، ويحاولوا يقدموا لهم الحد الأدنى مساعدة. الجانب الثالث، وزارة الشؤون الدينية، احنا من الدول القلائل اللي فيها وزارة تهتم بالدين، والوفد رفيع المستوى يرأس وزير، يفترض أنه يرعى جميع التونسيين والتونسيات في البقاع المقدسة بقطع النظر إن كانوا تابعين للوفد الرسمي أم لا، مع العلم أن حتى الذين هم جزء من الوفد الرسمي
راهو فيهم اللي مر بظروف صعبه. انا ثم شكون الصلبيه من هنا من دندان وعلى على على الفضاء الافتراضي يقول لي بجاه ربي عاوني، راهو عندي الوالده في حاله صحيه تعبه والضوء مخصوص عليهم، كليماتيزور ما يخدمش وراي بين الحياه والموت. واتصلت بطرق خاصه باحد المتواجدين هناك في الوفد الرسمي، قلت له بالله تتصل بالخيمه 36 نساء عسى انكم تقدموا لها المساعده، بعد فتره يبعثوا لها مروحه. لحظه، حبيت نقول هذا الملف يجب ان يطرح بجديه، ويجب ان يتحمل كل مسؤوليته، سواء في علاقه بوزاره السياحه في سيره بوكالات اصفار، سواء في علاقه بوزاره الخارجيه في سيره بقنصليه تونس بجده، سواء في علاقه بوزاره الشؤون الدينيه حول الاداء الغير مناسب للوفد اللي يرأس وزير. ولا نتسائل الصور ولا البوم اللي شفناه ثم شكون يتحدث عن 100 صوره، مش هذاك اللي حاجتنا به، حاجتنا بصوره اخرى. الوزير يرعى الحجيج، وشفنا وهم بدو مروحين الحجيج الميامين بما فيهم اللي هما ينتمون للبعثة الرسمية، تشوفوا إلي الظروف ما كانتش مناسبة. واضح. وأنت تتحدث عن الظروف، نجي كنت سيرضاء اليوسف، كنت رافقت الحجيج ورافقت العمرة أكثر من مرة، وكنت أنت من الناس اللي حكيت لي على الظروف الغير مناسبة بالمرة والفوضى الموجودة هناك في البقاع المقدسة، خاصة من وكالات الأصفار ومن الحجيج هما بيدهم، فوضى موجودة والناس الكل ساكت عليها وما تحكيش. بسم الله الرحمن الرحيم. نتصرف أني اليوم مع أخوتي هنا في نقاش ملف اللي فعلا مسكت عنه سيدي. الملف هذايا راهو انا نتعجب، صحيح بين ظفرين نحب نقول سي بوزيد، انا نحب نتكلم باللي انا نحب نحكيه، نحب نحكي ديما على راحتي، ما نحب حد باش يعطيني قيود ولا باش يضبطني بحاجه. تفضل، اللي باش تعمل فيه. انا 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 الاولى اللي الملف هذايا صحيح راه مش مليون، راهو سنين هو بيدو، لكن ماشي ويتفاقم ماشي ويتفاقم. اللي زاد الطين بل ودمر كل شيء هي حكاية التأشيرة، ولا كما أنت توا سيدي قلت، حبيت باش نتفاعل معاك لما قلت وكأنهم حارقين. أي نعم سيدي حارقين، علاش نقول ناس حارقين؟ جاتك دولة قالت لك أنا نحبك تضيف لي، تبعث لي 20,000، تبعث أنت تمشي ب 40,000، سيما أكيد باش تصير لك فوضى، أكيد باش تصير لك، وما عندكش فكرة شنية الترافيك اللي صار نتاع على اليمين واللي صار على اليسار في التأشيرة هذه اللي خرجت لنا جديدة واللي مشاو بها. برشا برشا ترافيك، برشا ترافيك فيها. أعطيني وضح لي. باش نبدا باش نوضح لك أنا، خلينا نبداو بالحاجة الأولى، صحيح خلينا نبداو بحاجة إيجابية، احنا علاش ديما سلبي؟ الإيجابية صار نقولها، أنا حبيت نتفاعل على مشكلة التصوير. يعني الناس سيبت المشكلة وشدت في وزير عامل تصوير. يا هو بيدو قال اكيد هو كي باش يمشي غاديك مو باش يتصور مع شكون، باش يتصور مع الحجاج. اثنين برا شوفوا شنو عندهم فيديوهات اللي هو حكى مع الحجاج ولا ما حكاش مع الحجاج، وقتها تنجم تكلم. لا مش مشكلتنا احنا يتصور ولا ما تصورش، معناها الناس عملت منها قاوق، هاو عامل 60 70 سنه. والله قام بواجبه يتصور ما تخنيش. والله خلينا نكمل. اي اي انا ما علقت عليه، علقت عليه، علقت عليه، مش انت نحكي على الناس الكل علقت عليه. ايه يعمل حتى اللي في التصوير ما نعرفكمش يعمل، الناس الكل تحب تتصور معاه. يا رحم حجيج ياخذ راحته. اما احنا نحب نحكيه في الاصل، والاصل ديما عندنا مشكله احنا في بلادنا هنا، وقت اللي سامحني البيت كي تخرب ننقدوها برشا ومن بعد ما نلقاوش الحلول. انا اللي يغيرني وكيما يقول ساعات علاش ديما الدمعه تبدا جاري هكا تهبط وحدها غيرت واحد على بلاده، ان المشكله اللي عندنا في اي مجال، في مجال الكره، في الرياضه، في اي مجال سياسي تحب ندمروا الحاجه، بعد ما تدمر الحاجه نجيو كل واحد يضربها 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 ومن بعد وين الحلول؟ انا من الاخر سيدي هذا انت عندك كفاءه، والناس اللي معايا انا وسي بوزيدي معروف عنده الخفايا الكل، اللي انا باش نجي انا نقول له وين المشاكل. انا نحب نحكي على الحلول الجذريه. انت ما تنجمش تبع ناس ماشي الحج، ما تنجمش تبع ناس للحج، ما تنجمش تبع ناس للحج. لا المرافق يعرف الحاج ولا الحاج يعرف المرافق،
والوكالة طبعا حتى في الأمر ناس تبعث مرافقين ما يعرفش المؤتمر اللي معه صحته كيفاش بدنه كيفاش طاقة مشيته كيفاش يستحق كروسة ما يستحقش كروسة. نلقاو الملعب غادي ونلقاو الملاعبي غادي نلقاو المعتمرين غادي ولا الحجاج تلقاه غادي. كيفاش انت باش تتنجم تتصرف معاهم واللي انت من هنا ماكش عامل الاحتياطات متاعك من اكبر سرتو نحكي لك فين احنا عندنا مشكلة. احنا اكبر مشكلة عندنا بالذات الحاج عندك المشكلة الاولى اكبر مشكله اللي هي اللي تصير لنا لولا انك بالذات وقت اللي يقولوا احنا وقت النفر في النفر النفر هذه اللي تقلبت. وعندك المشكله الثانيه اللي هي كي تبدا في ميناء النهارين تعديهم ثلاثه في ميناء كيفاش باش نجم تعديها معك الراجل الكبير معك المراه الكبيره وساعات تبدا سخانه والماء يسخن برشا وكل واحد يولي لاهي في روحه ما عاد حد لاهي بحد تلقاه شكون حتى عشان كامل ككاله روحه وفم كل واحد حد ما لاهي بحد. سامحني انا نقول لك انا لازمك وقتها ناس 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 لازمك ناس وقتها تعرف العباد هذاك شخص شخص باش نهار كامل هو لاهي بيه. وفي النفره لازمك رجال النفره تعرف شنو لازمها كيما انت عندك ملعب بالضبط نصفه فما ناس يقول لك شنو النفر النفره الناس كل تبدا ملهوفه وقتاش باش تخرج من عرف الناس كل تبدا حتى هو الاصل ما علمناش الحجاج اللي كتبدا في عرفه راهو اللحظاتك الساعه الاخرانيه ما بين العصر اللي بشغله المغرب هي افضل ساعه على الاطلاق. يعني فما يوم عرفه فما الساعه ذيك الساعه ذيك نتاع دعاء الساعه ذيك يجب يبدا السيد المرافق ولا المرشد ولا اللي هو يبدا المجموعه اللي عنده يلزم محضرهم مطيبهم قبل بساعتين يحكي لهم على ما صار في الحج يحكي لهم على الاجر وكان رانا تو نستناو في النتيجه نستناو في وقت اللي انت تجبد له موضوع كي من هذا ما نتصورش انا حاج باش يقف لك وباش يجري وقتها انت تركحهم وتحطهم ويبدا فما نظام وقت اللي هو يقول خلاص كملنا الدعاء ان شاء الله ربي يتقبل منا احنا مجموعه ننتظر الصف باش نمشي البلاصه الفلانيه لكن احنا قبل باربع ساعه نقطع الدعاء ونقطع الدرس ونقطع كل شيء وكل واحد شوفيه يجري ماشي ليكار ما عادش فوضى وقتها ما عادش تحل عباره انت بالضبط للناس اللي ما تعرفش عباره جيت لاستاد رادز كان منظم الحاكم موجود والمسيرين موجود والملاعبين موجوده تعملك تقطع الضوء وتحل البيبان وتقول لهم اي كل واحد يروح على روحه هنا اكبر مشكله دور شكون هذا هذا مش قلت لك هذا يلزم يكون الناس اللي تهزهم وتحطهم في الاماكن يبدا قادر على على, على شنو باش يعني هو قادر باش ينجم يوصل الرساله قادر فما الامام ولا الخطيب ولا الواعظ ولا المرافق يا لندرى انا كي تحطني في بلاصه يا لندرى نجم ناثر على الناس هذوكم باش نخليهم في الوقت هذاك محضر الموضوع اللي لازمني نحكي فيه ما عندك حتى موضوع تحكي فيه لازمك تحكي وقت على الجزاء نتاع ربي سبحانه اللي باش يرزق اللي انت مروح وجوه ولدت امك خلصت سؤال تعال معايا دقيقه معز دقيقه معز اخذ لي انا وجاوبني على حد سؤالي اي نعم سيدي اليوم الناس اللي تمشي للحج المرافقين اللي تحضرهم وكالات الاسفار ويرافقوا الحجيج من كلامك فهمت هم غير اكفاء ولا علاقه لهم لا بالحج ولا بالعمره فقط يلموا في الفلوس من الحجيج واخر حاجه تتوفر هي الخدمات هكا ولا لا مش كل لا ما يلزمنا فما نسبه اما الاغلبيه الاغلبيه وهذا ما ينجم ينكرها حتى مخلوق حتى واحد ما ينجم ينكرها اللي لازم يكون عندنا كفاءات وفعلا عندنا كفاءات وفي نفس الوقت في الحج انا نتعجب اللي كي نلقى برشا كفاءات اللي نعرفهم مليح مليح في العمره ما تلقاهمش في الحج علاش ما عيطولهمش لهذوك باك التجربه نتاع رمضان وبالتجربه نتاع عام 15 واش ماشي العمر ما نعرفش انا من ناحيه الاختيار ما نعرفش انا باش نقول لك انا ما نعرف انا بالفضل لله نعرف اغلبيه المرافقين نتاع تونس نحكي لك المرافقين الاكفاء اللي هو كي تعطيه 70 وتعطيه 100 راهو معناه بالعينين يعرفهم ايش يعمل ايش يعمل من يختار من يختار نعم الاختيار وين اختيار من يختار اسماء المرافقين الاختيار وين هذا تحكي على العمر ولا الحج نحكي على الحج تحكي بالنسبه للحج فما الوزاره اللي في بالي بيه هنا لا اللي في بالي بيه انا اللي الوزاره تختار المرشدين
هي تختار المرشدين اللي باش يكونوا مواكبين الرحله كامله على اكتسار المساله الدينيه باش على كذا. سامحني. وفما اللي هو كل متزاه قمرت هو اللي اختار ثقه بدون ذكر الاسماء. اليوم احنا نحكيه على الحج على اللي صار في البقاع المقدسه للحجيج التونسيين. رئيس الجمهوريه بطبيعه الحال هو اقال وزير الشؤون الدينيه. هذه خطوه، لكن الخطوات الأهم هي مراجعة الحج بصفة عامة، لأنه احنا التوانسة عنا فوضى عارمة، عنا حاجات يقوم بها الحجيج غالطة، حاجات أخرى يقوم بها وكالات الأصفار. يا رحم والديك يا رحم والديك. وإحنا نحب نحكي عليها المشاكل هذه سلقة مودي ونحطوها بكل شفافية وصراحة باش ما تعودش المأساة. هذا الأهم. الأهم هو أنه نقف عند السلبيات تاع موسم الحج اللي نعتبره أسوأ موسم حج على الأقل في السنوات الأخيرة عرفته تونس. وراو نحمد ربي بالمقارنة مع مصر. مصر نعم نعم. شوف شوف، أنا نقدر ثم ظروف طبيعية ومناخية ساهمت في ارتفاع عدد الموتى. اللوم مش هنا، أنا اللوم عن غياب الوفد الرسمي على القيام بأبسط مسؤوليات وهو في رعاية حجيجنا الميامين سواء كانوا ضمن الوفد الرسمي أو خارج الوفد الرسمي. الغياب هؤلاء فهمني عن قيام دورهم الأكثر من هذا في وقت اللي قمنا بحملة لتقصي المعطيات حول حجيجنا ضايعين هما مثلا ما هوش هنا خلاص. فهمني خليك معايا شوية بركة. فضل. حاج بكل هدوء، احنا في كل موسم حج بخلاف البلدان الإسلامية عندنا برشا توانسة يحرقوا العمرة نتاعهم ويقعدوا ينتظروا في الحج، وكل واحد والظروف اللي يقعد فيها في المملكة العربية السعودية. احيانا فما توانسة يقعدوا عايشين معتها في 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 المساجد باش يوصل وقت العمرة، ينتظر الحسنة من المعتمرين المسلمين أو السعوديين حتى وين يقعدك شهرين في المملكة. وهذايا أمر مخالف، والشيء هذايا يتكرر سنويا، صحيح ولا لا؟ هذا قاعد يتكرر. أما بالنسبة للسنة راهو معناها حاجة مهولة برشا، والعجيب واليوجعك أكثر في الباب هذا راهي الناس وصلت تدفع في 15 مليون وراي، والعجيب اللي راهو 15 مليون لشكون؟ 15 مليون اللي عمل له التأشيرة وعلى أساس من بعدها وباش ندبر لك من غادي البادج وباش نعمل لك، وعلى أساس عندهم شكون غادي باش يعطيهم، ومن بعد يقعد يستنى وما فهم شيء. معناها كي نقول لك مأساة. أنا كلموني ناس، من البيت يا سيدي، من البيت ما يخرجش، أنا يخرج يشدوه ويرحلوه حتى الجدة. كلموني ناس باش انت تكلم شكون يوصل لهم الماكله الغادي. هي وانت سيدي ماني نصحتك، انا ما منصحوك برشا، انا برشا مرافقين ما مشاوش، احترموا رواحهم ما مشاوش. يا انت باش تمشي غاديك وتهز ناس وتنتظر خلقك، كان اعطوك كان خلوك تدخل، اش معناها؟ معناها احنا تبعتك الحسب كيفاه. انا عيط لك انت وفلان وفلان، قلت لهم هيا بحكم يعرفوني مرافق، هيا باش تمشيوا معايا بتاشيره وغادي انا باش نعمل الحج، نهزكم انا هنا في اخر شوال ونقعدوا شهر ونص غادي في اخر الاماكن تسكن بعيد على الحرم وقت اللي يقرب الحج. كان الدوله السعوديه اعطتنا وقالت لنا ندخل باش نقول لك اي هاني وصلتك عاد ودخلتك عاتين باش تاخذ فلوسي، كان ما صار شيء الا غالب علي وعلي. وهذا ما يصلحش، هذا ما يجيش. برشا مرافقين ما حبش يمشي، وكلموا الناس اللي هذا يطلب العباد، يطلبوني الناس يا حاج اخي كيفاش المشيه نتاع بالتاشيره نمشي ولا تقولوا لي لو ما تمشيش ومن بعد يمشي من بعد انت تجي للمرافق. سامحني بالله، هذه برك هذه سبتوا هذه على الفلوس، ومن بعد انت تجي للمعتمر ولا يا سيد تجي للحاج تقول له يا حاج انت ماشي معي عمره مش حاج، علاش تهز في 3 و4 ملايين؟ هز 300 400 شيخ بهم ماكله وخذ حويجه اللي كنت وروع روحك. لا يقول لك لا، ومن بعد يخلط غادي تلقى عنده 4 5 ملايين يقول لك انا تو باش نمشي نشري وباش نعمل وباش نعمل. تو هو مساهم، كلها مساهمه في المشكله، كلها مساهمه في القضيه. يا حاج هذه حاجه مسكوت عنها. يا حاج جاوبني في كلمتين سهلين مهلين. انت توا في كلامك قلت لي فما ناس تاخذ 15 مليون نعم على الحجاج في بيت ربي غادي باش يكمل العمره
ويقعد حتين للحج يحرقها معناه هكا ولا نعم. وهنا ما عادش تحكي على حجاج راك وليت تحكي على عصابات عصابات تسلب في التوانسة في فلوسهم ها هذا و... صار هذا صار هذا هذا صار تعرف اسامي مش... شنو نعرف اسامي شنو تقول لي نعرف اسامي هذا صار ناس مشات ناس مشات بتأشيرة ب 15 مليون ناس مشات بتأشيرة ب 10 مليون يدفعوا للتوانسة يا يودي يتفاهم للسيد عمله التأشيرة من هنا ولا كيفاش عمله التأشيرة أجونس دو فواياج ما نعرفش انا فهم اللي يقول فهم شكون من الأجونسات فهم اللي قال لك انا مانيش أجونس فهم شكون مرافقين وحدهم واحد واحد وطلع زاد راه شوف راه فما أجونسات تخدم ما شاء الله فما مرافقين يعني في كل جانب فما البيع والخير فما زاد الدخلاء كنت تمثل تقول المرافقين انا نعرف برشا ناس مرافقين ما شاء الله عليهم كي تقول لي انت أجونسات نعرف برشا أجونسات ما شاء الله اما هذه راهي فوضى وقت اللي انت تجي المحاسبه الناس تروح من بعد يجي بابا هات تجيك الناس وتسال اللي مشاو للحج واللي دفع 15 واللي دفع 10 تو يبان لك هذه حاجه معناها زاد دمرت كل شيء معناها انت الهنا الموجود وزاد هذه دمرت كل شيء فهمت معز وقت تسمع كلام نتاع عصابات اليوم تسلب الحجاج 15000 دينار زايده على التعريف نتاع الحج باش هو يمشي يقوم بالمناسك نتاع الحج يظهر لي الشهاده نتاعو تصدم لو يطلب رئيس الجمهوريه من البنك المركزي او من لجنه التحاليل الماليه ان يقدم له تقديرات تحويلات التونسيين للعمله الصعبه للحج وللعمله السنويه الاف المليارات والاف المليارات المؤمن المتعبد في شكل من اشكال الطاعه لله واقامه ركن من اركان الدين يتطوع لإنفاق الأموال من أجل أن يظفر بهذه الفرصة للقيام بهذا الطقس أو الطقوس الدينية لكن المشكلة أن الطقوس الدينية تحولت من طقوس روحانية إلى طقوس كهنوتية أو أشبه بالكهنوت لأنها تحولت إلى سياحة دينية سياحة دينية عند البعض وإلى تجارة دينية عند البعض الآخر التجارة وين؟ تفطنت إليها العائلة السابقة بتاع الرئيس الأسبق وعملوا شركة وبداوا يجبيوا لأنه كعكة كبرى من الأموال قداش عنا من معتمر سنويا قداش عنا من حاج سنويا هذه يروا فيها أرقام وفلوس المؤمن يتعبد ما عندوش ذنب هو يريد أن يذهب أن يزور بيت الإله بيت الله في مكة بالنسبة للشركات تحولتها لرايع بعد 2011 جات عصابات جديدة خذوا الرلاف خذوا القطار وهو يمشي مع هذه المجموعة الأخرى وطلعوا أسماء مقربين من أحزاب سياسية وقاموا بنفس الأدوار اش قلت لك أن لجنة التحاليل المالية بإمكانها أن تكشف عن هذه العصابات المالية التي تتربح مستغلة الشعور الديني لكثير من التونسيين وهو شعور طبيعي أنا بدي نحب نمشي الحج والسيد الكريم المشكل وين هنا هل قامت وزارة الدينية بدورها في على الأقل أنها تحاول أنها تمسك هي بالحبل ما قامتش بالدورة ذي ونقول لك صديقي الكريم وأنا أؤاخذك عن حميتك المبالغ فيها أحيانا حين علق صديقنا بدر الدين القمودي على الصور مش كان بدر الدين القمودي على الصور المشكل خليني أكمل لك مساج المشكل أننا نخلط بين الصفحة الرسمية لوزارة وهي مؤسسة من مؤسسات الدولة وبين الصفحة الرسمية للوزير وكثير من وزراء مش كان وزير الشؤون الدينية بعض الوزراء حولوها إلى قائمة يعني صفحة للدعاية والبروباغندا 100 جبة الرجل عنده نقول الكلام ذي وإقالته هي في طريقها وربما تأخرت في نظريان لأن المسألة مش تتعلق أنك تأخذ سيلفي مع الحجر الأسود وقت لا أنت تسمع في خبر أن التوانسة فيهم اللي مات وهو مسألة طبيعية ومتوقعة بالحج وأنت تأتيك الأخبار الناس ضائعين وتايهين وأنت تأخذ وترمي في الحجرات والمرأة وراك تزغرت مش معقول وقت اللي وزارة الشؤون الخارجية وأنا أبطأت خرجت بيان قالت راو عندي حاليا 34 عدد من الحجيج التونسيين الذين توفوا والعدد ارتفع فيما بعد إلى حد الآن حد وصلنا 49 وزارة الشؤون دي الصفحة الرسمية لم تشر حتى واجب العزاء أنها تقدم وقدمتوش هاي فش مختصة مختصة في نشر صور السيد الوزير فقط خلينا احنا الوزارة إمارة خاصة بالسيد الوزير يا شيخ ماشي ما راح نكمل لك لا مش زلك انا علقت على هذا احترامي لشخصي انا علقت على هذا الوزير خليني نتعدى يا معز كلمه هذه اختمها علقت على هذا الوزير منذ شهر حين وجدت الداعي وهو يدعو الوزير بجانبه يدعو اليه وكانه رئيس دوله وهذا لا يستقيم قلنا راه ماهيش ما راح لا سمعني حب نبين له زاد حاجه انا راني كي تكلمت على التصويره
على نفس الموضوع البارح برك نلقى قاعدة نرجع على برشا ناس اللي ناس شادة هاو الحج الموازي هاو الحج تابع الدولة. أنا نحكي أعطينا الحلول وهو أمر عباية لا قبل الحلول يجب أن نصف يجب أن نصف الوضع قبل إيجاد أنا الحلول. نوصف لك ما تهربش بيها للحلول. أنا نعطيك الوصف راهو الوصف اللي تحكي عليه أنت باللي توصل روحك كيف فارغ ما تنجمش تعرف اللي فما ناس وقال لك بالنهارين ثلاثة عاملك أنت في بالك اللي فما ناس ما حجتش انت في بالك اللي فما ناس ما حاجش في بالك عندنا تجار يا شيخ لدينا تجار يتجرون بالعمره والحج ولا يربحون الاف المليارات ولا احكي لنا عليهم اي الناس هذا ما حكيت لك عليهم انا شكون انا لا باش نسميك بالمسميات قداش يربحوا على الحج نعطيك منهم شكون السيد هذا باش نقول لك عليهم تحب نعطيهم لك المعتمر المعتمر تلقى من المعتمرين وتلقى من المرافقين وتلقى من وكاله الاسفار هذا وكلهم مشاركين انت باش تلقى دواء نعطيك انا حاجه بتصدمك اكثر انا ناكد لك 99 فالوضع كارثي طول اللي صار ولا في الحاج سيدي باه نعطيك حاجه بكل معناه بكل هدوء انت تهز ميكرو الحجاج اللي روحوا كل تمشي تسالهم اي واحد اذا كان تحصل 3 10 لو ماكس اللي باش يحكي لك شنو اللي صار يقول لك الحمد لله زرنا وحجينا خاطر عندنا في باطننا التونسي عنده اكل يسكفز اكل الطلعه نتاعو ومن بعد يبرد ويرجع عادي لكن باش انت تجزء وتخرج المشكله هي في اصلها من اللي خرج قلت لك من اللي هو خرج اسمه غادي بدات المشكله من اللي خرج اسمه بدات المشكله اثنين بالنسبه للمعتمر من اللي يعطيه التاشيره من غادي بدات المشكله اجاو راهو عندنا 20 سنه وهي نفس المشكله انت كي تقول لي المشكله اللي صارت المشكله المشكله كي طاحت انا حاضر وقت اللي طاحت الرافعه انا حاضر وقت اللي طاحت الرافعه تقول لي هذا موته الموته بالاكداس وافرز هذا تونس هذا الجزائري هذا ماشي اما فما نظام لازم تقوم به انت وواجب تقوم به انت في الاتجاه ذاك اما والله العظيم هاني اليوم نحلف شنو هي النقائص نتاع وزاره الشؤون الدينيه في الحج هذا ما هي النقائص حسب رايك نحكي لك على الحاج خاطر ما مقصر خلينا من الحاج خلينا من الحاج انا نحكي على مؤسسه الدوله انا نتحلف على المؤسسه الدينيه اللي تراسها وزاره الشؤون الدينيه نعم. ما هو الخلل الذي تراه انت في اداره الواجب اللي قصرت فيه وزاره الشؤون الدينيه ما يملكش في الاشخاص الواجب معناها في الحج بصفه عامه طبعا في اداره موسم الحج الحزب المفروض اللي هي الوزاره المرافقين ولا اللي باش يمشوا هما وعاد غادي بالمفروض هذم يعرف كل شخص يعرف المجموعه نتاعو انا كي قدمت مره مقترح قلت نهار تخرج الليستة عندك في الكاف في باجة في جندوبة كل منطقة ما عندها ناسة يا سيدي أنا باش نعيط لسي البوزيدي وفلان 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 في المخيم الفلاني خاطر عندهم بلون كل شيء ولي مدروس نجي أنا المجموعة ذوما عندي 10-8 من الناس اللي هم مش فما شكون اللي باش عمل الدروس فما شكون باش تولى بهم في الفندق وفما شكون باش يرافقهم ديما إلى الحرم هذوما يلزمهم يعملوا حملة بشكل حتى كي يمشي يستاهل اللي خذاه أجر واللي خذاه تعب عليها المشي هذا يلزم عنده ليستة يمشي يدور عليهم دار دار يعرف سي محمد إيش ياكل إيش عندوش ما عندوش كذا هذاك إيش عندوش ما عندوش وفي نفس الوقت تبدأ عنده بلوم بعد أنا كي نبدأ قاعد وحدي كي نبدأ أنا عندي المخيم شنو اللي يصيرهم هذا المخيم راي الناس تبدا راقدة يا راجل راي سخانة وعمره 90 سنة وفهم العمره 30 سنة وسخانة كانوا ذيك باش ندلهم وما راقدين أنا نولي نعرف في الليستة معايا عندي عمي جاسم وعم محمد عنده الانسولين وعندي فلان وفلان عنده كذا عندي فلان حسيته اللي هو عنده زهايمر من اللي هنا هذوما لازمنا في كل ساعة باش نتفقدوه مش نحطهم ونمشي على روح ومن هنا نعلم السيد هذاك هذا لازمنا نجي وقتها أنا للسيد الوزير ولا لله بالحاج قل له يا سيدي أنا عملت الشهر اللي خرجت فيه الليستة خرجت بيان يا سيدي عندي 300 واحد أنا لازمني 30 كروس انا لازمني الانسولين كذا انا لازم نعطيه انا البلو اللي انا لازم نطبقه على الارض غاديك سؤال يا شيخ تفضل بابا الوفد الرسمي التونسي نعم قداش من فيه من شخص يمشي على حساب المال العام كل ما سنه والله كل ما سنه والله قداش تقديريا قداش الوفد اي قداش تعداد الوفد الرسمي للدوله التونسيه قداش ما عنديش فكره ما تعرفش انا نسالك تعرف انت تعرف انت تعرف واللي مشى للحج والعمرة يعرف أن المرافقين نعم ما نقولش الكل مش الكل هاي يسلبون الحجاج أموالهم موجود يسرقوه موجود موجود ومش موجود 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 هاي أن بعض المرافقين وفهم مرافقين يعطوا من جيبهم لا يفقهون في الدين شيئا سمعني لا لا سمعني وفهم مرافقين فهم مرافقين يعطيهم من جيبهم انا نعطيك مثلا دليل دقيقه خلينا نسالك انا
اسمع ما تغطنيش ما نغطيك سمع هذا واقع فما مرافقين اي نعم يسرقوا في الحجاج اي نعم خاصة الطاعنين في السن نعم. صحيح ولا مش صحيح موجود 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 ويهزوا مرافقين ويهزوا يقولوا واش نزك لسوق التمور نتاع سيدنا علي وهو ابو بكر كان ياكل في التفاح هنا وهو ما ادري شنو موجود 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 انا قلت لك موجود فما مرافقين اخرين نعم. لا يفقهون في الدين شيئا ما يصلوش اصلا هاي نمشي معك هاي ما يصليش اصلا لكن عنده مكانته ينجم يستقطب الناس سمسار. الوكاله لاجونس ماذا بينك انت امشي لاجونس قل لها عندي شخص وعشرين نسميلك 50 انا نسميلك برشا انا نجم نسميلك ناس وراني نجم نعطيك معلومه بين ظفرين راني اخيب مرافق وحتى مره ما عملت فيديو قلت اجوا معي العمر انا ماذا بين يمشي معي حد سيدي انا اخيب مرافق في تونس خليني نوريك خليني هذا تمشي لاجونس سيدي خلي ياخذ معلومه تمشي انت تمشي تقول له هاو عندي مرافق باش يخدم معك تمشي له انت تقول له سيدي قداش عندك من باسبور ما عندي حتى باسبور لا ما يساعدنيش يكلموا بجاسم اللي في جرب ولا في تونس ولا في كيف ولا في بيجا ولا في العاصمة عنده مع المحبه بين الناس واستقطاب وعنده سنين يخدم فيها يجيب لك كميه باسبور يعني المرافق لازم يكون سمسار لا مش يلزمه لا هاني اعطيت الحل انا ما اللي عطيت الحل لك انا قلت لي جيبك ما تعطينيش الحل انا مشيت لك يا حاج اسمع وجاوب لا ما يلزموش يكون لا سمسار. انتم انا جزء من المرافقين خليني بس ما نكونش خايب اي تسببتوا البرشا حجاج هما مشاو البقاع المقدسه وفي بالهم اللي هما حجوا لكن ما كملوش الاركان نتاع الحج لانه المرافقين ما يعرفوش الاركان نتاع الحج كلام هذا صحيح ولا لا موجود هذا موجود حتى في العمر موجود هذا موجود معناها زعما تقول هذا موجود اما انا ديما نمشي ديما لكاس المليان لا خليني في كاس الفارغ كاس الفارغ كاس الفارغ يا حاج كاس الكاس الفارغ قد ما تحكي شوي يا حاج قد ما تحكي شوي هذا الواجب اما اذا كان تقول لي مرافقين ما يصلوش ومرافقين يسلبوا في الحجيج وحجيج يمشوا واهمين وباش يمشوا يحجوا وبعض من الاركان يقوموش بها هذا اللي يهمنا من اجل الاصلاح نحبوا نصلحوا احنا اللي يهمنا الكاس الفارغ ولهذا سيادتك باعتبارك انت جزء من الماكينه هذه واللي البعض منها سماسره والمؤسسات هذه مؤسسات تجاريه ما عندها حتى علاقه بالشان الديني انا ماذا بينا تفيدنا بالنقائص حتى نلفت انتباه مش الراي العام فقط السلطات من اجل معالجه هذا الامر واعاده تنظيمه لان مؤسسه العمره اذا هم يشوفوها نتاع تجميع اموال تجميع عام تجميع اموال احنا نشوفوها حاجه اخرى العمره هي نتيجه الحج من الاخر احكينا على كاس الفارغ انا لي اول مره هاي. اول مره في العمر هذا نعرف اللي ثم مرافقين يسلبوا في الحجيج ومرافقين ما يصلوش هي مرافق شنو وفيهم من لا يحسن قراءه القران او نزيد نقول لك انا لا وفما حاجه اخرى وما حبش يقول لك عليها هو ولا عليه جزء منه هذوما يمشوا فقط لرحلة تجارية المملكة العربية السعودية في وقت الحج بالنسبة لهم هما هي الشريان الذهب وحوايج وتروح لتونس أنا كانوا ماشي تركيا ولا المغرب ولا بالطبيعة صحيح ولا موجود 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 أما راني نحكي لك إيه ونزيدك حاجة أخرى ما أغرب والسيدة ويسمع فيا وسيد المخرج ورينا الصور اعطينا الصور من البقاع المقدسه وهذه راهي صور خاصه بنا احنا لانه السيد يعرف اللي احنا مشينا وصورنا ورافقنا وشفنا بعينينا معناتها العباد كيفاش غاديك التويسه صاير فيهم الناس اللي تمشي للعمره ولا تمشي للحج يا حاج يصير فيهم المسخ لولا الامن السعودي وبارك الله فيهم من هذا المنبر اللي قايمين بدور يرحم والديهم يهزوا الكبار يهزوا المسنين المرافقين يختفيوا والمراه الكبيره تاعنا في السن
تخرج الصباح ما يلموها كان اخر العشيه ها وفما اللي ينسوها في النزل. وخلي عاد ما نحكي لكش على النزل اللي يهزوهم من هنا ويطلبوا عليهم الفلوس ويطلبوا عليهم اموال طايله وغاديك يلقاو رواحهم مكدسين خمسه وسته في غرفه واحده. واخيب بعثه دائما هي البعثه التونسيه اذا كان قرناه باخواننا الجزيريه ولا المغاربه ولا الليبيه ولا المصريين رغم من الاغلى. هذا موجود صحيح ولا لا؟ هذا يدفع اقل منه فلوس سيدي. هذا انا قلت لك هذا راه موجود وهذا ما نتحدى باش انسان ينكره، لكن راه فما هذا جانب وفما جانب اللي قريت الناس قلت لك الناس تسرق، فما ناس تعطي من جيبها للمعتمرين، فما ناس تعطي من جيبها باش تحمي المعتمر، فما ناس انا نعطيك ما نمشي مشيت للجانب تاع المرافق هاي نمشي للجانب الاخر هاي نمشي معك انت كوالي. خليني لا خليني في المرافق خليني في المرافق نقعد في المرافق خليني في المرافق وخليني في ال هذوما لي زاجونس دو فواياج اللي نورمالمون هم تجار دين ولازمهم يتحاسبوا لانه القيام بعمل ديني يقام على قواعد ولا لا؟ نعم. وانت تعرف الكذب على ربي حرام اكيد بالطبيعه وانت بيدك ان كنت غير صادق فغادر بلاتو. خلينا نحكيو بصراحه بصراحه اي نحكي معك بصراحه اليوم أي. ما يقترف في حق الحجيج التوانسه يرتقي الى حد الجريمه صحيح ولا لا؟ كل شيء واضح كل شيء واضح اما راني ديما نحكي لك صحيح ولا مش صحيح مش واضح مش صحيح فما باش نكر لك هذا اما مش راهو للدرجه انك معناك تقول لي انت هكا تشد لي انت وعباره انت حاطني انا مثلا في تركينا وتقول لي المرافق ايش نحكي لك انا مرافق البين واش نعطيك الغلطه مش تاع المرافق برك رد بالك يا سيدي نفترضوا به نفترضوا راهو المرافق الخايب انا المرافق الخايب باهي باهيش وحطيتني تو قلت انت باهي انا المرافق الخايب وعملت هذا الكل لكن انا ما نعملهمش وحدي يزمك تتعارف حاجه انا ما نعملوش واحد زوز مشاركين معايا انت اللي باعت بوك معايا وما يعرف ليش والاجونس اللي هي بعثتني انا مع ثلاثه مشاركين فيها العمليه الجريمه معايا بايع صنع مع ايه انا نسميها زاد عمليه جريمه العمليه الجريمه مشاركين فيها ثلاثه اما نهارت اللي انت كاجونس تصلح روحك وتجيب ما عندك ناس اللي تلمد المئات قول له سهل الحكايه قول له خويا جبت لي 100 يا خويا ميساج كيما وخلي اي تونس يخدم اللي عنده حد يهز للاجونس والاجونس مثلا تقول له تجيب لي وين نعطيك 50 100 كذا وبرا روح فت مهمتك من بعد انا نلم المجموعه نتاعي ونقول له يا سيدي انا عندي المرافق الفلاني هاو كفا متعلم يعرف عنده تجربه عنده خبره وفي نفس الوقت انت تصرف كل شيء كل رحله تمشي وين الطاقم الصحفي نتاعها علاش مشوا معاه كاميرا مان ليز انترفيو انا من دوخ علاش ما مشاتش التلفزه مثلا في تونس في الحج نحكي اما في العمره ينجم كل اجونس يبعث معاه شكون اما في الحج علاش ما تكونش كيما برشا دول التلفزه نتاعنا غاديكا موجوده ما تصور في السيد الوزير تمشي التلفزه ويوميا هي اللي تخرج هذايا وتحكي انا باش نولي انا حتى كمشاهد والله حتى يعني الرقابه ما فماش حتى التلفزه الخاصه كانت تنجم تدخل برشا فلوس زاده كانت كي تمشي ناكد لك توانس الكل في الحج الناس الكل تستنى وقت يشعروا يعدوا امي يعدوا خال اخرج اعمل لي انترفيو ادخل على المباشر وري الاخطاء وريها غادي تصرف انت والمرافق يصرف ولا جونس تصرف وانت كمعتمر نقول لك هاو المره الجايه مع شكون تمشي وفي نفس الوقت اعطيني الشروط اخويا انا ما تمشيش معايا هز معايا 3 ملايين شنو معناها راجل عمره 80 سنه طب قلت لي راجل شايب مسكين مو مسكين ولا وبربي عطيه فريج انا عامل عليها راني عامل عليها دوكيمون كامل عطيه فليزه فيها 50 كيلو وهذا عنده 50 كيلو ايه انا كمان ما بتبقاش تقول لك جيبه معايا تشرط عليه انا هزيت ناس سيدي معايا شرطت عليهم حاجتي انا اوش نقول لك شو عملت انا هذا حبيت نوصل له انا من الحقيقه انا ديما نحاول نكونوا الناس نكونوا باختصار باختصار نكونوا ايجابيين خاطر ديما الموضوع هذا يتطرح ونرجع لك شهر اعطيني نمرك وبعد شهر شهرين ترجع العمره ويجي الحاج الجاي وما يتغير شيء انا سيدي حبيت نعمل تحدي حب نولي خير من اندونيسيا جيت قلت طيب بايس نعمل انا عمره والعمره انا كمرافق اللي هو تقول عليهم فهم مرافقين هكا انا كمرافق انا نشرط عليك انت باش تمشي معايا انا نشرط مش بربي يجيب لي باسبورك باش ناكلك لا انا نشرط عليك باش تمشي معايا بابا انت باش تمشي معايا الحجه باش تمشي معايا العمره ساعه راهو انا نعطيك الفاليز
وما يلزمكش تهزها معاك اكثر من 10 كيلو، ما عندكش ماكله باش تهزها معاك، فلوسك اللي باش تهزها في جيبك في بلاصه باش تفطر الصباح برك، تفطر الصباح ونص نهار وفي الليل في الفندق، وعندك اوقاتك سيدي جروب، احنا 20 واحد رانا نخرجوا مع بعضنا ونرقدوا مع بعضنا ونمشوا الحرم بعض، وين يصير الضياع؟ ما هو تحب تحكي وين المشاكل الضياع والهمله والشيء ذا وين؟ انت ترقد في الاوتيل، الاخر يحب يمشي الحرم، الاخر يحب يمشي يتسوق، يقول انا شنو نعمل؟ نولي وقت نطرفك باش نمشي معاه يتسوق باش نمشي لهنا، وكي نبدو احنا نبلوك. وعلاش ما تخرج؟ خرجنا بالفاليز التونسي بالدراب التونسي وكل الوراق والفولارات اللي حاطها لي و20 نمرة اخي، انت اجونس ولا شركه تبيع فيها معاك هذيك، مش علوش هذيك تبيع فيه، مش شركه راه هذاك، اعطيه لبسه محترمه، وانت عندك 20 واحد تعرفوا شو ياكل، تعرفوا شو يشرب، تعرفوا من هنا اللي لازمك تعرف الكروسه غادي نجي نقول لك ولدك بابوك ماشي عمره، ناخذ غادي نقول لك الو راه ولدك راه بابوك راه لازمه كروسه بقديش؟ ب 400,000. ما تحب نحكي لك حاجتك، خاطر انا عندي شكون يخدم معايا باش ياخذ هو 200 و200، كي باش نعاود انا عمر الجدايه هو لازم يعاود عمر امه، يلزمه 400,000، هاني نضربه في 600,000. انا نحكي لك ياكل لصوص، ما عادش تخاف وربي هنا ساوريت انت راهو المنطقه تاع اللصوص هذايا، وكي انا من هنا ننظم لك دينيتك من هنا تخرج ب 20 واحد كل النظام. علاش تو الحاج التونسي بلاي يدي برك؟ علاش الحاج التونسي؟ علاش الحاج التونسي ما يخرج كيما ريت اندونيسي؟ يخرج بين فاليز ما فيهش برشا ماكله وما يهزش معاه 10، يا راجل راه يهز معاه في 10 ولا سمحني سمحني حتى فلوس من سمحني يا حاج، سؤال فقط جاوبني عليه. نجاوبك باقتضاب، تحكي لي مقبله على اللبسه والهزان وكذا، لماذا انت يا سيدي الكريم وانا معك ما تكونوش باخلاق الاندونيسي؟ تخافوا ربي في الحجيج، تخافوا ربي الأخلاق. لا في الامانه، تخافوا ربي في الناس اللي يمشيوا معاكم. اذا كان تمشيوا للسلب والنهب وتجميع المال انتهى، ما عادش حاجه. بربي نسال السؤال. اي تفضل. صفه المرافق شكون يعطيها لك؟ شو صفه المرافق؟ انت ماك مرافق. نعم. كيفاش انت تكون مرافق؟ تمشي مره اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه مرات. مثلا تسالني انا مثلا في شخص. انا الفضل لك كنت في الخليج مشيت ثلاثة اربع مرات حج، مشيت 10 12 مره عمره، كي جيت هنا مشيت مع الوالد للحج مع الوفد التونسي، مشيت 6 7 مرات عمره مع العائله. من بعد انت تبدا ماشي عمره، يجيك قريبك ولد عمك يقول لك كان ماشي هاو معك، انت تمشي تاخذ فكره، خذيت من بعد تاخذ فكره من بعد لاجونس، فما اجونسات تراك كيفاش انت تخدم، تعيطك تقول لك اسمع عندي مجموعه تنجم تهزهم ولا انت تحكي. راني نحكي في العموم مش نحكي في شخصي، وانا راني تو قاعدين نحكوا على الناس الخايبه، راني مش نحكوا على الناس الباهين، راهم فما ناس باهين برشا برشا برشا، يجيك يقول لك انا راني باش نهز مجموعه هذه راني ما نهزهاش، يقول لك هذه المجموعه يعني هذه راني انا من يعني وليت فما ناس بالتجربة. نعم مرافق بالتجربه. معز شكون اللي شو رايك في اللي كنت تسمع فيه؟ انا احييه على جزء كبير من الصراحه التي ابداها، وهو يوصف جزئيات العمل الديني في الحج في طقس الحج. لكن هذا ما الذي يكشف؟ يكشف أن الفساد نخر كل شيء بما فيها المؤسسة الدينية في تونس، والمؤسسة الدينية في تونس رأوا أن الأوان يا سيد رئيس الجمهورية أن نشتغل أن نخرجها من صبغة الكهنوت التي حولها فيها نظام بورقيبة بن علي، لأننا حقيقة نريد للمساجد في الأحياء أن يكون لها دور، والدور سي بدر الدين هو دور أخلاقي بالأساس. وأنا كي نلقى وكنا نتحدث في الكواليس كنا نلقاو أن المواطنين التوانسة هم اللي يتبرعوا لبناء المساجد بالأرض وبالتمويلات المالية، ثم نجد تعطيل من وزارة الشؤون الدينية أو من الولاية في افتتاح هذه المساجد. أنا عندي مسجد قدام داري عنده 6 شهور حاضر ومسكر. علاش؟ لأن وزارة الشؤون الدينية ما زالت حتى يجي السيد الوزير يدشنوا وبرشا مساجد كما هكا. ونقول لك المسألة الثانية، وهذا كلام يبين تناقض هذا المجتمع اللي نعيشوا فيه. يعني نحن نضخ مليارات يتبرع بها التونسي ونبنيه المساجد بالرخام وبالمرمر ونفرش فيه السجاد الغالي الثمن ونحطوا فيه الكليماتيزور، وإخواننا التوانسة أكثر أزيد من 2 مليون يأكلون من الزبالة. يقول الكلام هذا يتعرض للمسألة الدينية. أنا نسأل مسألة بسيطة برك، ابني المساجد واستمر في بناء المساجد، لكن افتح أبواب هذه المساجد. راهو أنا وأنا صغير سي بدر الدين وأنت عشت نفس التجربة وأنت عشتها، كنا ونحن صغار نمشيو للجامع مع أجدادنا
ومع ابائنا، تمشي في مع المغرب تلقى قصاع من الطعام باللحم يتقدم بها المواطنون ويتبرعوا. شكون يجي ياكل غاد؟ ياكل المساكين والفقراء. الجمعه مسكره توا. نزيد نقول لك عابر السبيل اللي مشى من بلاد لبلاد بقاش وين يسكن مشرد. نسكروا باب الجامع والناس تبات تحت الحيوط في العاصمه في تونس وفي سوسه وفي صفاقس، جوامع مكدسه مبنيه ومطليه بالذهب والناس تبات لبرا. مش هذا تناقض حتى في المساله الايمانيه؟ هل ان الله في عليائه يقبل انك انت مرافق ولا غيرك ولا انا ولا غيري؟ لا خليني نكمل. يقبل انك انت كمؤسسه كدوله تبني المساجد وتعملها ساد لها ساد مثل سادنة الكعبة ومفتاح يسكر باب الجامع والناس ما تلقاش وين تشرب شربة ماء؟ وقتها أنت قبل المواطن التونسي مسافر من بلاد لبلاد أول شيء يمشي يكن فيه راسه أو يشرب شربة ماء ويتبرد هو في المسجد؟ نحن شو عملنا نتيجة أعمال المتطرفين من داعش أو غيرهم؟ جينا خذينا قرار أمني بإغلاق هذه المساجد. أنا أقول لك رأوا دور المسجد تراجع داخل الأحياء كقفرا يبابا. وين الشباب؟ ونقولوا كما ذا وننقدوا، وانا قلت كما ذا في اذاعه من الاذاعات، اراه المساله المؤسسه الدينيه يجب اصلاحها، واصلاحها في متعلقه بالمساله الاخلاقيه اللي اشار لها اخ الكريم، ان كثير من المرافقين تنصلوا من المبادئ الاخلاقيه وحولوها الى عمليه افتكاك لاموال الناس. السبب ما هو؟ هو غياب وزاره الشؤون الدينيه، مش مع الوزير هذا، هذه مساله قديمه ومتراكمه ومستمره. خليني نكمل لك فقط. انا اعتقد انه ان الاوان لدمج مؤسسه الافتاء مع وزارة الشؤون الدينية وأن نقوم بإصلاحها، خاطر عندك تحط لي مدير عام على القرآن الكريم. نسألك أي سي المدير العام تاع القرآن الكريم؟ حافظ القرآن الكريم أنت حتى نصبة كمدير عام؟ هل نحتاج إلى خطة مدير عام للقرآن الكريم؟ أنت محتاج أنك تشجع الكتاتيب اللي درسوا الأطفال؟ راه نحكي على القيم الدينية والقيم الإسلامية. معز بالله عجبتني كلمة نحب ندخل فيها كيما خرجت وتخلى الباب المساجد. فما مقترح ديما يصير الحلم اللي مثلا انا كخطيب جمعه راني زاد نحب نقول اللي امام الجمعه، علاش امام الجمعه ما يخرجش من الجبه اللي هو على المنبر؟ علاش امام الجمعه ما ياخذش مسؤوليته؟ انا كو تسالني انا تو كخطيب جمعه وتسالني كتونسي في البلاد هذه، طيب تقول لي من افسد الاطفال في الاحياء؟ نقول لك انا سامحني، نقول لك انا امام الجمعه. من افسد المجتمع؟ نقول لك امام الجمعه. من افسد الاحياء؟ امام الجمعه. من كان السبب باش يزرعوا دار عجز باش يجعل الراجل يهز امه يحطها في دار العجز؟ نقول انا كل واحد في البلدان ياخذ مسؤوليته. لو كان وزاره الشؤون الدينيه تعمل برمجه كل امام وين يتحط، ما تنجمش تحط كل امام في بلاصه، كل امام تبعثه، ثم امام تبعثه للحي الفلاني وتعطيه بلون. عندك 30,000 ساكن، 30,000 ساكن يا سيدي يا امام الجمعه لازم تخرج لهم كل يوم وتلقى الحل كيفاش اذوكم باش ترجعهم للطريق السليم. عندك برشا عقوق لازمك تمشي لهم باش ترجع عقوق، وبعد 6-7 شهور نقعد معاك نقول لك سيدي ايش عملت؟ ايش صلحت في الباب هذا؟ ايش عطيت في الباب هذا؟ انا بتجربه عملتها، نجي في رمضان للفقراء وللمساكين وللفقراء والمساكين، ونحمل زاد السيد بوزيدي والصحافه والاعلام اللي في تونس، حملوا زاد مسؤوليه. يا ما بكيت يا ما عيطت، مشيت لفرنانه، دخلت للديار في فرنانه وأعز الناس وأكرم الناس. ما كنتش نتصور اللي في بلادي فما قرابة 50 و60 عائلة. أنا دخلت لهم في المغرب لأذان يذن وهو حاط ماء وفي وسطه ذرو، ومن بعد نطلع على المنبر مكيفات ودنيا ونقول شهر رمضان للفقراء. لا، الجمعة تتعمل للناس هذوكم، الناس هذوكم يلزمنا نمشونهم، وأنا مسؤول على الشيء هذاك. كي أنا نكون مسؤول في الجانب هذاك فما شكون عارفي اللي هو حطني انا باش نعمل الجمعه باش نجم نخرج منك انت مقدار من المال ونعمله قافله ونمشوا للناس هذوك. هي نفسها سيدي الحاله هذه هي نفسها نتاع اللي يمشي للعمره. كيفاش لازم ناكد لك بالاحصائيات، وكنت تعرفوا انتم اسياسي اكثر مني الاحصائيات في الامور هذه، ناكد لك ما فماش دار ما فيهاش حاج. لكن هل يوجد في الدار عمل نتاع حاج؟ هل يوجد في الدار في الشارع نتاعنا في تونس توا تنجم تراعي انت في الشارع نتاعنا ماشي نتاع انسان مصلي، اخلاق مصلي، اخلاق نتاع مسلم في الشارع؟ كلنا نكفوا بعضنا ولينا نحسدوا بعضنا ولينا البغض، همنا الدنيا، همنا اللي كيفاش نضربوا الحاجه وما نصلحوهاش.
مع ان اجي نقفوا للبلاد هذه، سد امام عندك دورك، سد رئيس دولة عندك دورك، سد في الامني عندك دورك. انت كسيدي طلبتك 2000 مره، قلت لك يا سي البوزيدي ايش اطلع معايا الفنانه، يا سي البوزيدي راه الناس مش تموت، راه فقط ضارب ما تم معنى كلمه، فقر مقمع ناس. وفي نفس الوقت تجمع رجال اهل الفنان تجي تقول له سيدي باش نبني لك دارك، اش تعرف اش يقول لي؟ يقول لي لا، فما ما افكر مني برانو، فما ما افكر. تعرف شكون لقيت؟ فعلا لقيت سناديد، لقيت الامن نتاع فنانة. وسي البوزيدي هذا بيدو يقول لي رد بالك تمشي غادر، اي مشاكل زرقاء رد بالك راك تولي في الواجهه. قلت له انا يا نولي في الواجهه يا الناس هذاك من القلم الحل، وربك سبحانه باش تعرف البلاد هذه فيها رجال فيها توانسه، يكلموك رياضيين، يكلموك من كل بر اللي تفاعلوا معك ويبنون الناس هذوك ويفرحوا الناس هذوك. والان ما عنديش بالجمعه، ما عندي دوسي الجنوب التونسي الاخلاق والكرم، يكلموني يقول لي علاش ما جيتناش الجنوب، نهبط للجنوب، شنو مشكلتهم في الجنوب؟ شنو مش تحب التحال قديم تاع الجنوب؟ ومن بعد تلقى 4000 جمعيه خيريه في تونس وتضخ في المليارات، وعندنا ناس تسكن في الاكواخ وناس في الجنوب. طلب واحد يختلق تلقى بالمئات شخص، ناس ظروفهم تحت الصفر، يقول لك سيدي هاو الملف، هانا عملنا ملف، هاو عندنا الحق باش نجبدوا الماء، لكن ما عندناش 150 مليون باش نجبدوا الماء، نجيبوا ملاعب ب 20 مليار وما نحطوش 150 للناس هذاك ننقذوا الاف. هاو عندي مشروع سي البوزيدي ليك وللاعلام وللي تحبنت، عندي مشروع، اجي لقطوا الاكواخ، اجي لقطوا الاكواخ، الراجل باش يمشي ب 10 ملايين يصرفها في مكه باش يشري ملابس اللي انت عندك من هنا، اجي ننقذوه الحاجه ذاك وانت اللي بيعذبوك بعشر ملايين، اعطيه مليون برك وتسع ملايين نطلع بها الاكواخ. اجي نحب نزرعوا مليون شجره، فما راجل يا سيدي دخلني لداخل من الصحراء لداخل، قسما بالله يا قصه العمر يريد يدخلك لداخل الصحراء، تعرف شنو دخلني؟ دخلني حافر حفره معبيها بالبيسان ومعبيها بالماء. وقداش عنده؟ عنده عامين وهو يعمل في حفر، زرع انواع الاشجار المثمره كل وكلها مثمرة، وعندي الدلائل هنا موجودة عندي. تشنو مشكلتهم؟ مشكلتهم 150 مليون. وفي نفس الوقت يتصلوا بيا رجال أعمال، أنا اتصلوا بيا رياضيين يحبوا يعملوا حاجة، يقول لي خاف، نخاف كان نمشي نعمل تقول لي شكون، نخاف كان نمشي نعمل كذا. أنا استغليت شهرتي ومحبة الناس التونسة ليا، عبد بسيط بالتليفون هذا صنعت به الإعجاب. إيش أنت إعلامي يخرج معايا وإيش نصلحوا البلاد؟ إيش أطلع معايا للعمرة؟ قلت له إيش أطلع معايا للعمرة؟ وهزيته للعمرة وريته الهم وريته الشيء. أنت تحب تحكي لي؟ أنت خليني نترزق لأول مرة نحب نقول، أنت تحب تعرف شكون التونسي الراجل وتقول لي المرافق؟ أنا نرزق للعمرة، وأنا مشيت للوزارة وكلمت حتى نتاع مرتزع قبر، قلت لهم رزقكم اعطوني، اعطوني مخيم كامل، عندي رجال اعمال، عندي سعوديين ينجم يجيو ويعطوك احسن بلاصه وعز حاجه، لكن ما يجيوكش العجوه نعطي فيها بلاش. تحب تعرف العجوه؟ انا كي نمشي غادي نعطي العجوه بلاش، اغلى حاجه، العطور نعطيها بلاش. عندي ناس مشايخ في السعوديه يحبوني يتبعوا فيا على السوشيال ميديا، خاطر نحكي برشا على رسول الله، كي يستدعوني يقولوا ما نجيكش. انا معايا مجموعه فيها 30 شخص، 30 شخص نزل من القصوره، 30 شخص خاطر حب لتونس وحب لسا. مش كده برك، فما برشا رجال في تونس، ايش نخدموا البلاد هذه؟ هاو من هنا رساله، وهذا اكثر حاجه اللي جيت عليها، ايش نخدموا الحاج؟ ايش نخدموا ايش تحب انت؟ لكن انتم اخرجوا للناس هذوما، تجيبوا لنا ناس تتفجح وتنقذ، ايش اطلع معايا؟ الى رحله واضح 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 واضح. وسامحوني اذا كان انا طلعت بصوت وهبطت، لا واضح واضح وتعجب وربي يبارك لك في تأثرك، واضح ونصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واذا كان انا تأثرت ولا حاجه خاطر للامانه بس نجاوبك يا حاج رضا، ومعنا حتى شيء قبل ان تبكي سيدي الكريم. الحدود التونسيه انا مشيت لها شبر شبر، مكان مكان، وكوخ كوخ قبلك انت وقبل ان تعرف المكان. ثانيا لما انت اتصلت بي وقلت لي نحب نمشي معاك للحدود، قلت لك فما بروتوكول قانوني يطبق في الحدود يجب ان يحترم ويجب ان تمر بالتراخيص الضروريه، مش حك راسك ومشي الحدود وحدك سيدي خوي، فما السلطه وفما دوله لازم تمشي لهم وتتصل بهم وتاخذ تراخيص الضروريه لان اسمها منطقه حدوديه، ثم تجميع المال
راهو بالقانون يجب أن يخضع لتراخيص وتكون عندك الأهلية القانونية باش تلم الفلوس يا سيريدا. لا ما نجمعوش واحنا فلوسي. مش الدور نتاعنا. لا ما نجمعش فلوسي. استنى خاتمك كلامي سيدي. خاتمك كلامي. نعمل الفيديو وفما ناس يتصلوا بهم وهم يتولوا بهم. خاتمك كلامي. اليوم بلاد هذية إذا كانت حاب تشتغل عليها بدون إعلان وبدون صور وبدون بهرج، إذا كانت نجم تقوم بدور قم به سواء بكاميرات البوزيدي أو بدونها وضري واضح. تفضل سي قمودي نختتموا الموضوع. اللي يهمنا في الموضوع هذا في علاقة بموسم الحج والعمرة، ولما تطرقني لموضوع وكالة الأسفار وما فاجأنا به الحاج من معطيات على غايه الأهمية، خاصة في علاقة بسلوك المرافقين، ولما سألته شكون يعطيك من الصفة تبين اللي يمشي برشا مرات ينجم يكون مرافق، واللي يجيب كذلك مجموعة هامة من المعتمرين واللي مرافق بشكل من أشكال السمسرة، واللي يخلط الحبل بالنابل في علاقة بالموضوع هذا. أنا في رأيي يجب أن نقطع مع أسلوب تمكين وكالة الأصفار اللي في الأصل دورة سياحي سياح العديد. إذا كان نعتبره ثم سياحة دينية سياحة العمرة، هذه يلزمها وكالة أصفار تراقب من حيث سلوك أفرادها، حتى على الأقل يؤتمن جانبها لما تمشي معها ناس في اتجاه العمرة، يمشوا العمرة أو يمشوا الحج ويمشوا غادي أغلب مناسك ما يقوموش بها ثم يكونوا محل سرقة من ناس منتسبين لها بشكل أو بآخر. هذه ماهيش مؤسسة تجارية فقط سيدي، اربح ما يسيرش، أما قوم بوظيفتك. أنا في رأيي شان يكون البرنامج هذا بداية تسليط ضوء على هذه المؤسسات، يجب أن تخضع للمراقبة وأن يعاد النظر فيها، وإذا ثم مؤسسات من بين هذه الوكالات قامت بإخلالات يجب على السلطة أن تغلقها. واضح. نختم معك. ربما الملاحظة المهمة بدر الدين صديقنا هي ما يتعلق، كنت تحكي على المرافقين، أنا مش نسأله سؤال، هو قال لي راني أنا خطيب جمعة، من يعين وكيف يعين وما هي مقاييس الاختيار في وزارة الشؤون الدينية؟ مش أقول لك قبل 2011 يجب تكون موالي لنظام بن علي، بعد 2011 يجب تكون موالي للنهضة، بعدها بدينا نمشيو في نفس السلوك، يجب الوزير الشؤون الدينية يختار من هو موالي له ومن هو أحيانا ولينا اختاروا في الخطبة، نقروا ما هو النص الذي يقرأ، حتى سلبنا خطبة الجمعة كل روح دينية وروح أخلاقية، فقدت كل روح. تعرف كيفاش تم الاختيار قبل في عهد الاستعمار؟ كان سكان القرية وسكان الحي يختاروا إمام الجمعة ويختاروا إمام الخمس ويختاروا من يؤم بهم في التراويح، وإذا كان الشخص ذايا قدح في ذمته أو جرح في تلك الذمة لأي سبب الأسباب، نزاع عائلي اللي هو، لا يسمح له بصعود المنبر. يعني نشحب أقول وراء المؤسسة وزارة الشؤون الدينية يجب أن يتم تفكيكها وإعادة التفكير كيف يتم تعيين الأئمة. كيفاش تحط أنت مؤذن لا يحسن الأذان، تحط مؤذن يأذن ويشد الميكروفون وهو يخطب معناه بأعلى صوته، يرفع أعلى صوته وهو لا يتمتع بصوت شيء، عاطر الخمر أي. وما عندوش صلة لا بالصلاة ولا بالشؤون الدينية. هذا يعكس لك ماذا؟ أن الدولة حين أرادت أن تحول الدين الإسلامي إلى دين رسمي للدولة وحولته إلى إدارة من الإدارات، تحول خلقت هذه المشاكل. أراه نحن نحكيه على انهيار القيم الأخلاقية في علاقة بالفساد المالي والفساد الموجود في كل إدارات تونس، السبب الرئيسي انهيار القيم والأخلاقي، والانهيار القيم والأخلاقي لا يمكن أن تصلحه إلا بالعودة إلى الكتاتيب وإلى مؤسسة المسجد وإعادة أدوارها داخل الأحياء الشعبية تحت إشراف الدولة، مش إشرافها أنك تخضعها وتحطها تحتك. يلزم نحن نطلع علينا المفتي كان في رمضان يعطينا الهلال ويخرج، أو رأس كل شهر من أشهر الهجرية. لا نريد مفتي بلا روح ولا نريد وزير شؤون دينية بلا روح. أنا أنصت في بعض الأحيان إلى في مناسبة بمناسبة وفاة إبراهيم رئيسي، واستمعت إلى بعض الأئمة من هناك من العالم الآخر من الشيعة الذين ما هو نحن سنة هم شيعة، واستمعت إلى أصوات فيها روح
روح دينية وروح قرآنية. نريد من وزارة الشؤون الدينية أن تعيد أولئك الأئمة الذين يتم استبعادهم، ديما الإمام اللي عنده شعبية وزارة الشؤون الدينية من عهد بن علي راه يخرجوه،